الوثيقة الوطنية، ولكنها خرجت من المشاركة في الجهاز التشريعي، وهي مشاركة كانت ضئيلة ورمزية فقط. هذا هو القرار. القرار لم يقل نحن نخرجنا من الحوار الوطني أو خرجنا نفضنا أيدينا عن، نحن ساهمنا في الوثيقة الوطنية. الوثيقة الوطنية فيما نعلم وكما قيل لنا هي عنوان الالتزام بهذا المشروع الوطني، نحن وقعنا عليها لأننا نعتبر أن التوقيع عليها هو اتفاق على معيارية للحوار الوطني وعلى معيارية لتطبيق ذلك الحوار ومخرجات ذلك الحوار. لم يحدث ذلك، كان هنالك تقاعس، كان هنالك تخلف في الالتزام بالاتفاقيات، هذا كان أسوأه ما جرى في الجهاز التنفيذي.